العداوة هي نوع من أنواع الحقد والضغينة اتجاه الأشخاص، وتعتبر شيء سلبي بالتأكيد، لأنها تسبب أذى وقلق نفسي دائم ومستمر جراء المشاحنات والعداوات اللي تنخلق لعدة أسباب، أغلبها تكون نفسية ومنها اجتماعية. السؤال المهم اللي راح نطرحه بخصوص هالموضوع، هل العداوة موجودة بحياتنا أم هي مجرد وهم وسببها العامل النفسي وشعور الشخص بالنقص، أم الإنسان هو من يخلق العداوة بمحيطه؟ كل العادات والأعراف تشجعنا على المحبة والتسامح والحب فيما بيننا، وأن نغفر مهما كانت الإساءة موجودة. إذن فالعداوة ما تنفع الأشخاص، وإنما على العكس تضرهم وتثير المشاكل. ومن نائجتي المقولة المشهورة: ألف صديق